ونبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج الجوزاء الهوائي حتى الساعة 7:16 دقيقة من مساء الأحد، ليدخل بعد ذلك برج السرطان المائي ويظل فيه حتى الساعة 8 إلى دقيقتين 2 من صباح الأربعاء، ثم ينتقل إلى برج الأسد الناري ويمكث فيه حتى الساعة 7:26 دقيقة من مساء الجمعة، ليدخل برج العذراء الترابي ويبقى فيه حتى الساعة 4:19 دقيقة من فجر الاثنين. إذن هذه وضعية القمر في الأبراج لهذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل. حاليا وحتى مساء الأحد في برج الجوزاء الهوائي، من مساء الأحد وحتى صباح الأربعاء في برج السرطان المائي، من صباح الأربعاء وحتى مساء الجمعة في برج الأسد الناري، من مساء الجمعة وحتى فجر الاثنين في برج العذراء الترابي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح المبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الأحد من الساعة 11:29 دقيقة صباحا وحتى الساعة 7:16 دقيقة مساء. يوم الاثنين من الساعة 12:15 دقيقة ليلا وحتى الساعة 8 إلى دقيقتين 2 من صباح الأربعاء. يوم الجمعة من الساعة 2:14 دقيقة مساء وحتى الساعة 7:26 دقيقة مساء. وأخيرا يوم الأحد من الأسبوع المقبل من الساعة 12:26 دقيقة ليلا وحتى الساعة 4:19 دقيقة من فجر الاثنين.